اسمي هالة عودي بيضون. فتت بقصة الجاتويات من ورا بناتي اللي كان عبالي أعمل لهم أعيادهم وأعزم كل أصحابي، بقى يطلبوا مني بليز اعملي لي لبنتي هيدا الجاتو، اعملي لي لبنتي هيدا الكوكي، بلشت اخذ اوردرز. وانا شوي شوي كبرتها وصرت عم بعملها ماي اون بزنس. اشتغلت بالبيت 7 سنين بس اضطريت انه وقف بعد صار معي كانسر لوكيميا. كنت روح اتعالج وارجع على البيت كفي شوي من الاوردرز. قدرنا نطلع منها شوي شوي، رجعت قويت حالي مشان شغلي ومشان عائلتي وكل شيء. بقى هذا كان مثل انسنتيف لإلي لانه عندي هالويل انه بدي ارجع وبدي ارجع كفي شغلي وبدي اكبر وبدي اعمل هذا الشيء اللي انا بحبه اللي معروفه صرت فيه. بال 2006 قررنا انه لازم نسمي هذا الشغل تبعي كوكو ان كو، اللي كنت انا اوريدي مبلشه انه بدي اظهر من البيت لانه ريحه البيت صارت كل وقت جاتو، وكان لازم ننقل على كيتشن براني. صرت فوت بمعارض واعمل بوب ابس بمحلات وكله كان عم بيطلع طلوع الحمد لله. اليوم في عنا سنجل كيتشن بالبدارو، في محل اسواق بيروت وفي محل بقريتم. نحن اليوم 14 موظف نشتغل سوا على الافكار الجديده، بنجرب اشياء سوا وبندوق اشياء سوا. نحن بكوكو ان كو كمان بنحب نساعد السوسايتي اللي نحن عايشين فيها، بنقدم الكوكيز تبعولنا، بنقدم خدماتنا، بنقدم مساعدات ماليه. هلا انا عم بكبر انا وكوكو ان كو، ولقدام بعد اكثر ان شاء الله، وبدنا نفتح بعد محلات وبدنا نعمل كثير احلام بعد ما وصلنا لها. I'm walking, I keep walking، وبتضلني عم بمشي.